حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من الجزيرة نت. بعد الهروب من قراهم بالمقدادية، عراقيون يحملون السلطات مسؤولية الإخفاق في حمايتهم. في العربي الجديد، ملف مختطفي الاحتجاجات العراقية، إخفاق حكومي بمحاسبة القتلة. في المدى نطالع، الإطار التنسيقي مستمر برفض الانتخابات بعد ظهور نتائج مجموعة طعون. وفي القدس العربي نقرأ، قتل 5 من ميليشيات موالية لإيران بهجوم إسرائيلي قرب دمشق. نقرأ في الشرق الأوسط، لبنان يطلب مساعدة أمريكية فرنسية بحثا عن حل الأزمة مع دول الخليج. وفي الخليج الإماراتية، 12 قتيلا وعشرات الجرحى بانفجار مفخخة قرب مطار عدن. وعنونة اندبندنت عربية، 3 قتلى وعشرات الإصابات خلال مليونية الردة مستحيلة بالسودان. عندما نقرأ ما حدث في قريتي رشادي ونهر الإمام في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، ندرك خطورة ما حدث وأنه استهداف للبنية التحتية للأمن المجتمعي. هكذا قال إياد العناس في صحيفة البصائر، الذي أكد أن غياب الخطط الاستخبارية وانعدام سيطرة القوات الميدانية على كيفية التعامل مع المجزرتين اللتين تسببتا بهيمنة الميليشيات والمجموعات الإرهابية على الأرض وقيامها بالاعتداء على أرواح المواطنين واستهداف دورهم وإحراق ممتلكاتهم ومزارعهم. يؤشر الوضع القائم في قضاء المقدادية إلى عدم وجود منظومة أمنية متكاملة تعزز مفهوم الأمن المجتمعي، بحيث أدى إلى حدوث أزمة اجتماعية وحالة من التوتر النفسي والخوف والفزع بين أهالي المنطقة الذين سارعوا إلى ترك منازلهم والنزوح إلى مناطق أكثر أمناً وسلامة. وبهذا نكون أمام قياس ميداني يثبت غياب الأمن المجتمعي لدى السلطات الحاكمة وتراجع معدلات ونسب تحقيق الأمن كلما زادت نسبة الجرائم الإرهابية التي تستهدف حياة المواطنين، مؤشرة على عدم وجود استقرار سياسي وغياب الحرية والعدالة الاجتماعية. أكدت هذه الأحداث طبيعة الحالة السائدة في المنظومة المجتمعية للبلاد وعدم قدرة السلطات الحكومية على التعامل مع العصابات والميليشيات المسلحة، وأفصحت عن حقيقة قيام شرائح واسعة من المجتمع بشراء السلاح وكثرة وجوده عبر العديد من الميليشيات المدعومة من أطراف سياسية حزبية تتحكم بالواقع الميداني الأمني وتنفذ العديد من العمليات ضمن إطار أهدافها ومشروعها السياسي. وهذا ما يشكل خطورة تهدد مضامين الأمن المجتمعي، ويؤثر ضعف السلطات الحكومية وعدم قدرتها على مواجهة هذه التشكيلات والميليشيات التي تعتمد على السلاح وقوة التأثير السياسي في تنفيذ نشاطاتها ومهامها عبر العديد من التوجيهات والحركات الخاصة بها على الميدان العراقي. أضاف الكاتب أن الأحداث القائمة تبقى انعكاسا واضحا لكيفية إرادة البلاد وفق إطار وقواعد أسست لها العملية السياسية التي أعدها الحاكم الأمريكي المدني بول بريمر وفق الأهداف الاستراتيجية للاحتلال الأمريكي التي رسمت صورة واضحة لحالة انعدام الأمن المجتمعي وغياب العدالة الاجتماعية واستمرار المحاصصة الطائفية والتوافقات السياسية. لم يؤدي أي حراك سياسي في العراق إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والازدهار كما طالب بها عموم العراقيين مدة طويلة، إذ استحوذت على السلطة طبقة سياسية ماكرة لا تريد أي فكاك منها منذ عام 2003،
وهنا الكاتب سيار الجميل ذكر في صحيفة العربية الجديد أنه بدلاً من إنجاز أي بناء حقيقي للبلاد، كانت الناس تفجع كل يوم، وهي تجد الحكومات المتتالية تنفق مليارات دولارات على الميليشيات غير الخاضعة للرقابة وعلى شبكات المحسوبية لمجموعات من الفاسدين. أدت القوة المتصاعدة للميليشيات مع انتهاك حقوق المواطنين مع الإفلات من العقاب وانهيار الخدمات الأساسية وتدهور الأوضاع الاقتصادية إلى جعل العراقيين يشعرون بأنهم أقل أماناً حتى في منازلهم وأكثر فقراً في سبل عيشهم وعدم احترام حكوماتهم لهم، كما مورس التمايز الطائفي بأعلى درجاته في كل مرافق الدولة والمجتمع. وكما أدت انتخابات 2018 التي جرت مقاطعتها وتزوير نتائجها إلى تشكيل حكومة فاشلة، فقد تعمقت أزمة الثقة بالنظام السياسي ولم تعالج المزاعم ذات المصداقية بشأن التزوير على نطاق واسع. ويبدو أن كل الانتخابات العراقية أصابها التزوير، بما فيها التي جرت في تشرين الأول الجاري. وبعد كل مهرجان انتخابي ينتظره الناس من أجل بارقة إصلاح، يتم عقد الصفقات وإبرام التحالفات في بيوت المسؤولين، وهي موضة يستحليها أباطرة العملية السياسية. ومهما تكن النتائج، فإن إيران هي التي توافق على هذه التحالفات أو ترفضها، مهما بلغت درجة الصراع بين الإخوة الأعداء في العراق. وكما جرى عام 2018 فهذا هو الذي سيجري عام 2021 بإنتاج حكومة ضعيفة غير قادرة على قيادة البلاد وحل مشكلاتها الصعبة. وكما تفاقم السخط في تشرين الأول 2019 سيتفاقم اليوم على نطاق واسع، خصوصا بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف الكاتب أن حراك الشعب العراقي سيبقى طوداً في وجه المتسلطين الجدد إذا لم تنفرج الأمور وتقص أجنحة مراكز القوى المضادة للعراق والمتمثلة بالميليشيات. في العراق ومنذ اليوم الأول لما بعد الانتخابات بات السؤال الأبرز في الحوارات الإعلامية هو من يكون رئيس الوزراء المقبل، وبدأت التكهنات وترشيح الأسماء ومناقشة حظوظها في نيل هذا المنصب. وهنا إياد العنبر الكاتب رأى في موقع الحرة أن مهمة رئيس الوزراء المقبل هي الأساس التي مهمة رئيس الوزراء المقبل الرئيسة تنحصر في إدارة الصراعات بين الفرق السياسيين الذين يرون أن مهمة الحكومة المقبلة هي تنفيذ مشروعهم في ترسيخ بقائهم ضمن منظومة الحكم. على الرغم من المهاترات بشأن الوصول إلى الكتل النيابية الأكثر عدداً، فإن الواقع يشير إلى أن الكتلة المعنية بتسمية رئيس الوزراء سوف تتشكل على أساس تحالفات هشة هدفها الأساس تقاسم مغانم السلطة بين الكتل السياسية من خلال الاتفاق على الرئاسات الثلاث والوزراء وتقاسم المؤسسات والهيئات السياسية. وما بين الصدري القح الذي سيتولى مهام رئيس الوزراء كما وصفه مقتدى الصدر، وبين أطراف الإطار التنسيقي الذي فرض نور المالكي نفسه زعيما له، باتت السجالات تنحصر اليوم بشخصية رئيس الوزراء، لا بمشروع إدارة الدولة في المرحلة القادمة، ولا بكيفية تجاوز أخطاء الماضي وإيجاد معالجات عملية لتراكمات الفوضى والفشل والفساد وسوء الإدارة. حسابات الفرقاء السياسيين تنظر إلى شخصية من يكون رئيس الوزراء القادم من خلال منظور مصالحها، لذلك هي تنشغل بالبداية في ترتيب مغانم السلطة وتوسيع دائرة النفوذ السياسي في مؤسسات الدولة، ومن ثم تكون المعايير المطلوب توفرها في شخصية رئيس الوزراء ووزرائه منحصرة في ضمان الالتزام بتنفيذ أجندة المصالح التي جرى تحديدها داخل الكتل السياسية. وعلى هذا الأساس واهم من يتصور أن الكتل السياسية سوف تعمل وفق معادلة التوازن بين مصالحها التي تتجسد في الوصول إلى السلطة والبقاء فيها وبين تحقيق مصالح المواطنين بصورة عامة. الكاتب أكد أنه لا يوجد داخل الأروقة السياسية حديث عن مشروع سياسي لإنقاذ البلاد من الخراب والإخفاق، وإنما عن شخصية تعمل وكأنها رئيس شركة خاصة تكون مهمته الرئيسة
التمتع بالامتيازات التي يوفرها المنصب التنفيذي الأعلى وضمان تحقيق مصالح لأصحاب الشركة وهم الفرقاء السياسيون. نشر موقع مونيتور الأمريكي تقريراً بعنوان تظاهرات الميليشيات تتواصل بعد خسائرها في الانتخابات. جاء فيه أن أنصار الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران التي خسرت الانتخابات الأخيرة يتظاهرون منذ إعلان النتائج الأولية بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد، حيث توجد معظم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية. فلنتابع التفاصيل. الموقع أضاف أن المتظاهرين يزعمون أن دولا إقليمية ساهمت مع بعثة الأمم المتحدة في تزوير الانتخابات، وهو الأمر الذي أدانه كل من مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي الذين قالوا إن الناخبين كانوا قادرين على التعبير بحرية عن إرادتهم. وأشار المونيتور إلى تحذيرات سياسيين عراقيين من تصعيد حتمي إذا ما لم يتم تغيير النتائج، بينما تعلن المفوضية يومياً أن العد والفرز اليدوي جاءت نتائجه مطابقة لنظيرتها الإلكترونية، ولا سيما في بابل ونينوى وبغداد، وهو ما يعني استبعاد حصول مفاجآت كبيرة عند الإعلان عن النتائج النهائية. ولفت الموقع إلى أنه على الرغم من أن الميليشيات تلقي باللوم على الآخرين في فشلهم، إلا أن النتائج التفصيلية للانتخابات تظهر أن سوء الإدارة واستغلالها القوة ومحاربة الناشطين وقمع المتظاهرين على مدى عامين هو الذي أدى إلى تحقيق أكبر خسارة لها، والذي منعها من الاستفادة من قانون الانتخابات الجديد، بالإضافة إلى التيارات الانتخابية التي أدت إلى فشلهم. وعلى عكس التيار السطري الذي استفاد بشكل كامل من الدوائر الانتخابية الجديدة التي أنشأها القانون للحصول على 73 مقعداً، لم يغير تحالف الفتح منهجه في الحملة الانتخابية. أضاف موقع المونيتور الأمريكي في تقريره أن الميليشيات التي اتهمت متظاهري ثورة تشرين بالفوضى والتخريب تفعل الشيء نفسه وتقوم بالتظاهر احتجاجا على نتائج الانتخابات. لم يتصور حتى أشد الخصوم السياسيين لعهد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن يذهب الإفراط في التعنت السياسي والمكابرة الهائلة التي طبعت إدارة الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والدول الخليجية بهذا العهد إلى ما تسبب به للبنان في هذا التوقيت القاتل. هنا نبيل بو منصف ذكر في صحيفة النهار العربي أن المفارقة الساخرة هي أن تسجل أخطر أزمة لبنانية سعودية خليجية وأسوأها في تاريخ لبنان عشية إطفاء عون الشمعة الخامسة من ولاة الدستورية إذانا ببدء السنة السادسة الأخيرة. الأسوأ في ذلك وفيما كشفته وقائع الأزمة التي انفجرت بقوة عقب إعلان السعودية سحب سفيرها من بيروت وطلبها من سفير لبنان في الرياض مغادرة المملكة، أن واقع العهد والحكومة والسلطة ازداد انكشافاً ووهناً على نحو فضائحي، فقد عجز رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مرة جديدة عن إقناع وزير الإعلام جورج قرداحي الذي تسبب للبنان بتفجير هذه الأزمة المخيفة بالاستقالة الطوعية، نظراً إلى عدم إمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقالة قرداحي بأكثرية ثلثي الأصوات. والواقع أن ميقاتي كما عون رضخا لإرادة حزب الله الذي رفض استقالة قرداحي وما شاه حليفه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الحالم بقوة بدعم الحزب له هذه المرة لانتخابه رئيسا للجمهورية بعد سنة تماما من الآن. هذا التطور المخيف غير المسبوق الذي سجل عشية بدء السنة السادسة من عهد الرئيس الثالث عشر للجمهورية اللبنانية ميشيل عون وضع البلاد واقعياً أمام المقياس الأشد خطورة للاندفاع نحو المتاهة الأخطر في سلسلة الانهيارات التي بات يعتبر عهد عون في ظلها أسوأ ما شهده لبنان في تاريخ العهود منذ نشأة الدولة والجمهورية فيه، بل إنه تجاوز بمقاييس كبيرة وأسطورية الكوارث التي حصلت في حقبات الحرب الأهلية والاحتلالات الخارجية للبنان.
ورأى الكاتب أن ما بين الاستتباع لحزب الله والانجراف إلى أحلام السلطة والبقاء في بعبدة ومع وهن كل الفرقاء الآخرين وإعلان الانهيار الكبير في لبنان الذي تحذر منه كل تقارير الدول والهيئات الدولية لم يعد يهرول بسرعته السابقة، بل بدأ الجري السريع والأسرع مما يتصور ويتصوره كثيرون نحو الهاوية القاتلة. ننتقل إلى مجلة فورين بوليسي الأمريكية، وفي مقال للكاتبة ريبيكا هاملتون ذكرت فيه أن الجيش السوداني استولى على السلطة في مقامرة اعتقد أنه لا يهتم بها أحد وألا يواجه مقاومة في الداخل أو الخارج، لكنها أكدت أن ذلك مجرد أمانه. وقد شددت هذه الكاتبة الأمريكية على أن ما زعمه القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان من أن ما قام به كان ضروريا لتجنب حرب أهلية، وأن الجيش يخطط لنقل البلاد إلى انتخابات ديمقراطية في شهر تموز من العام 2023، يعلم من هم داخل السودان وخارجه أنها أكاذيب. الكاتبة تشير إلى أن مستقبل السودان والمنطقة يعتمد جزئيا على قدرة من هم خارج السودان على رفض الرواية الخاطئة التي يروج لها البرهان، ونوهت إلى أن حركة الشباب السودانيين الرافضين للانقلاب تحظى بثقة ودعم الشعب السوداني، قائلة إن هؤلاء الشباب وجدوا طرقا للاستمرار في مواجهة قمع ميليشيات الدعم السريع وقوات الجيش، كما استطاعوا إيصال أصواتهم إلى الخارج على الرغم من قطع الإنترنت. وذكرت بأن السودانيين طالبوا بتشكيل حكومة مدنية، وبدلا من ذلك حصلوا على سلطة يتشاركها معهم الجيش، وكانت تلك النتيجة هي ما كان يمكن أن يتحمله ميزان القوى مع عدم ارتياح المجتمع المدني السوداني أو الجيش. وكان ترتيب تقاسم السلطة يعني أن على المدنيين العمل من أجل الانتقال الديمقراطي بيد واحدة مقيدة وراء ظهورهم، ومع ذلك استمروا في إصلاح بطيء للغاية. وأشارت الكاتبة إلى أن النفوذ الأمريكي تضاءل عما كان يمكن أن يكون عليه، فعندما حذر المبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان البرهان من التدخل في الانتقال، كان البرهان يعلم أن إزالة هذه المكافآت المرغوبة كان احتمالاً حقيقياً، ومن الواضح أن هذا التهديد لم يكن كافياً. أضافت الكاتبة الأمريكية أن واشنطن بحاجة ماسة إلى مواصلة المسيرة في دعم إرادة الشعب السوداني بالتواصل مع دول الخليج والضغط عليها لعدم تمكين الانقلاب أكثر. من أخبارنا المنوعة في صدى الأقلام، منذ بدء جائحة كورونا تزداد مشروعات التطعيم ضد الفيروس بلصيقات في تطور قد يحدث ثورة في طريقة إعطاء اللقاحات في المستقبل. فقد كشفت دراسة أجريت على الفئران عن نتائج واعدة تمحورت على لصيقة بلاستيكية مربعة تمتد على سنتيمتر واحد طولا وعرضا، وعلى سطحها أكثر من 5000 رأس مدبب صغير للغاية بحيث لا يمكن رؤيته. وقد غطيت هذه الرؤوس باللقاح الذي ينتقل إلى البشرة عند وضع اللصيقة. واستعمل العلماء لقاحا لا يحتوي على الفيروس كاملا، وإنما على أحد البروتينات الخاصة به المعروفة بالبروتينات الشوكية. وقد لقحت فئران بهذه اللصيقات وحصلت على رد قوي من الأجسام المضادة بما في ذلك في منطقة الرئة، وهو أمر أساسي مكافحة فيروس كورونا. قبل الختام مشاهدينا نبقى مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية.
بهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صداق لام جديد من الرافدين في رعاية الله.